بسم الله الرحمن الرحيم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقيتي تهنئة إلى فخامة إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده